جمعت عينه كبيره في كل الدول اللي بروحها باختلاف الثقافات والاعمار والديانات والجنسيات عشان اسالهم السؤال اللعين: بتتجوز ليه؟ وقسمت العينه لمجموعتين، مجموعه رجاله مختلفين الاعمار والثقافات والديانات والجنسيات والبلدان، ومجموعه ستات فيها نفس العناصر. وسالت الرجاله: هو الجواز بالنسبه لك ايه؟ اجتمعت اغلب اجابات الرجاله على ثلاث اجابات. شوفي بقى، ستدهش اسرائيل من اجابات الرجاله. ايه الجواز بالنسبه لك؟ هات وانت جاي، سيب وانت نازل، تشيل وانت طالع. تمام. تمام، مساعدة، مشاركة. يعني هو ده الجواز بالنسبة لك؟ قولي ايوه، انا ما بسمعش غير هات وانت جاي، وخد وانت نازل، او سيب وانت نازل، وشيل وانت طالع. طب مجموعة الستات، الجواز بالنسبة لك ايه؟ لا ما تروحيش، مالكيش دعوة، ما تتدخليش، مش مهم، ما تعرفيش. تمام. حلوه التصنيفات دي. هو ده بيحصل يا دكتور، بس خلاص بقى في نوع من انواع، احنا متشاركين في بيت واحد وخلاص وحياتنا مع بعض، فطبيعي كل واحد بيساهم او بيساعد بالحاجه اللي بيقدر عليه. يعني مين اللي بيجيب؟ الراجل طبعا في نص الليل، ما هو راجع مثلا من شغل او راجع من اي مكان، هو اللي هيجيب بالليل متاخر الفينو مثلا عشان في مدرسه الصبح. خد الزباله وانت رايح نازل الشغل. طبيعي يعني. بس هو بيظن ان الجواز ده بس. مين اللي حسسه بكده؟ مين اللي حسسه بكده؟ لا، الجواز مش كده طبعا، ده مشاركة. مشاركة في حاجات كتيرة، في مشاعر وفي حاجات كتيرة طبعا، في تربية ولاد وحلو ومر. طيب، التفكر اللي ذكر في الآية بتاعة السكن والمودة والرحمة هو اللي ربنا قدمه بشكل عظيم جدا 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 في آية أكثر دقة وأكثر روعة. ولكن قبل ما أقول لحضرتك، هقول لك إن الآية الوحيدة اللي تكررت في الكتاب المقدس متى ولوقا ويوحنا وبولس في أربع أناجيل منزلة، ما جاء على لسان بولس الرسول لما قال: من أجل ذلك اللي هو الجواز، فليترك الرجل أباه وأمه، أقرب اثنين لي، وليلتحم بجسدا آخر اللي هي الزوجة، ليصير كيانا واحدا. جميل. يعني هما الاثنين بقوا حاجة واحدة بس. بقوا حاجة واحدة بس. طيب، يأكد ربنا هذا الكلام في الكتاب المقدس للمسلمين. يا أيها الناس، ما قالش يا أيها الذين آمنوا، يعني كل الناس باختلاف طوائفهم ومللهم ومعتقداتهم وأفكارهم وكل حاجة. اتقوا ربكم. ماشي، هنحاول نعمل كده. الذي خلقكم من نفس واحدة. فاكرة في أول الحلقة لما قلت لحضرتك إن هو خلق آدم يعني نفس واحدة، وخلق منه ستنا حواء. صحيح. جميل. نفس واحدة. نفس. وخلق منها زوجها. جميل. حضرتك كده شرحت ووضحت إن في نوعين مختلفين، كل واحد بيفكر بطريقة، كل واحد ليه اهتمامات مختلفة عن الآخر. يعني إذن في اختلاف مش بس في النوع والشكل، لا ده في اختلاف في الصفات، في اختلاف في التفكير، في اختلاف في الأحاسيس كمان. مظبوط. دي الفطرة بتاعتنا. جميل.